تاني، اهلا بحضرتك واهلا، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب، ببارك لك اكيد، ببارك لكارتيرون. يعني 3 نقاط مهمه النهارده في الدوري. نبارك لجميع الزملكاويه ولجماهير نادي الزمالك العظيم على الفوز الحمد لله اللي حصل النهارده والاداء المميز، وان شاء الله باذن الله اللي جاي نوعده باذن الله يكون احسن. كل تمنياتنا بالتوفيق طبعا للزمالك، لاعبين لعيبه رجاله لعيبه ابطال وكانوا في الموعد والله الحمد، ورب الفوز حقق والله الحمد والشكر باذن الله، وان شاء الله اللي جاي افضل يا كابتن. تمام، طيب ايه بقى اللي حصل؟ كارتيرون متضايق، كارتيرون ابلغ اداره الزمالك انه مش عايز اسامه نبيه، يشعر ان اسامه نبيه بحسب المحيطين بيه بيتدخل في شغله، يشعر ان اسامه نبيه مش متابعه قوي او مش مركز معاه او الدنيا مفيش وفاق، اسامه نبيه يمشي، اسامه نبيه يقعد، ابلغ الاداره، ولكن في النهايه النهارده الاثنين في الملعب. عايز اعرف ايه التفاصيل من جانب كارتيرون. لا، هو السيد كارتيرون لم يعني يبلغ الاداره او يطلب من الاداره رحيل كابتن اسامه. ممكن بيكون كل الاحترام لكابتن اسامه ولجميع اعضاء الجهاز الفني اللي معاه. هو كل ما في الامر ان السيد كارتيرون اصدر قرار بمنع اي عضو من اعضاء الجهاز الفني او الاداري من ادلاء باي تصريحات صحفيه سواء او تلفزيونيه او مكتوبه في الفتره الجايه، حرصا على ان الراجل حريص على ان يكون في تركيز اكثر الفريق، ان يقفل على الفرقه. تمام، في ضغط مباريات، فمش عايز يكون في تصريحات تعمل تشتيت للفرق للاعبين. يعني انت عارف التصريحات دي بتنعكس دايما على اللعيبه، يعني اي تصريح يتعلق بالفريق بينعكس على اللاعبين. وانت عارف طبعا الايام الفتره اللي احنا فيها حاليا دي كل 3 مباريات يعتبر تقريبا كل 3 مباريات كل 3 ايام في مباراه. كل 3 ايام في مباراه. الكابتن اسامه نبيه خد القرار ده بانه يبدو في تقليل منه باعتبار ان هو اسم كبير فما ينفعش يتمنع زيه وزي باقي الجهاز الفني، فده اللي عمل بعض من الارتباك. ايه موقف كارتيرون ما بعد ده؟ المدير الفني ليه جميع كل الصلاحيات في ان يصدر قرار مين يتكلم ومين ما يتكلمش حضرتك، وده بناء على العقد والاتفاق اللي بينه بيننا وبين نادي الزمالك. تمام، ان هو ان اي تصريح او اي ظهور لاي فرد حتى اللاعبين بيكون من خلال موافقه المدير الفني. تمام، وده حق من حقوق المدير الفني، والراجل كل هدفه من القرار هو مصلحه كيان نادي الزمالك ومصلحه الفريق. انا لما بيكون بيسعى ان هو يعمل حاله تركيز للفريق فده حق من حقوقه، يعني واصدر القرار على الجروب النادي وطلب مني ابلغ الاداره القرار، يعني مش طلب مني عشان بس طلعت تصريحات صحفيه وطلعت اخبار انه طلب ان انا ابلغ مظبوط الاداره عدم رغبته، لا هو ما طلبش كده اطلاقا. هو كل اللي طلبه قبل ما يصدر القرار طبعا باب ان طبعا يكون في تنسيق مع الاداره، انا ابلغ الاداره ان انا هصدر قرار بمنع اي بصفة عامة، يعني طيب. قرار عام للجميع لن يحدد شخص بعينه. طيب ده أبلغك بيه فأبلغت بيه الإدارة، هل أبلغ بيه الكابتن أسامة نبيه فحصل نقاش بينهم عن القصة دي ممكن يكون وصل لحالة زعل ربما؟ أبلغت سيادة اللواء عماد عبد العزيز بالقرار قبل ما يصدره قبل ما ينشره في جروب النادي. تمام، صفته رئيس النادي حاليا. والراجل قال لي طبعا من حقه يعني يصدر قرار زي كده، لم يعترض سياده اللواء عماد، واصدر بالفعل بعدها ثاني يوم السيد كارتيرون بلغ الاداريين بان القرار يبلغ به جميع ينزل على جروب الجهاز الفني والاداري. تمام، نزل القرار. بعد كده اللواء عماد طلبني في النادي، يعني انا حضرت النادي امبارح بناء على طلب. ايه اللي حصل في الجلسه؟ لا هو ما يعني حضرنا، بس هو كان في اجتماعات تقريبا فوق مع الكابتن اسامه. دي انا ما اعرفش ايه اللي دار بينه وبين الكابتن اسامه نبيه. كابتن اسامه نبيه انا برضه بحترمه، راجل محترم سابق لنا كل الاحترام والتقدير. ما اعرفش هو ايه اعتراضه على القرار او ايه اللي دار بينه وبين الاداره فوق. لكن والمدرب برضه كان مشغول في الملعب، يعني الراجل حتى ادى عمله بشكل طبيعي وادار التدريب الاخير هو الكابتن احمد عبد المقصود اللي هو وجه له كل الشكر، مدرب قدير وبيشكر فيه جدا بصراحه مستر كارتيرون. ايوه، وليه فكر وبيتنبأ له مستقبل ان شاء الله، يعني هيكون لي اسم في المستقبل كابتن احمد مقصود، مدربين كويسين وجميع اعضاء الجهاز طبعا. يعني هل بيشكر في الكابتن اسامه نبيه ولا رغم انه بتقول ما طلبش رسميا رحيل الكابتن اسامه نبيه لكن العلاقه فيها توتر؟ ما فيش اي توتر ولا اي خلاف، بين خلاف شخصي احنا بنتكلم في عمل مش شخصي، ما انا بتكلم على مستوى العمل، هل في تفاهم ولا لحد دلوقتي لم يتم ازاله سوء التفاهم ما بين الاثنين؟ بمعنى ان السؤال بشكل اوضح، المستقبل الايام القليله المقبله هل سيستمر الثنائي مع بعض في الشغل ولا تتوقع تجديدا طبقا لرؤيه كارتيرون؟ استاذ كارتيرون ما عندوش اي رغبه او اي توجه بتحديدا في شخص الكابتن اسامه نبيه. ايوه، سواء يعني بمشاكل او بعدم استمرار او برغبه صحيحه، بالعكس يعني هو راجل بيحترمه وبيقدره واصدر قرار. تمام،
فالرد على السؤال ده بقى يعني هيكون من الكابتن اسامه، اذا كان انا ما اعرفش هل هو ايه طبيعه اعتراض الكابتن اسامه على القرار انا ما اعرفهاش، بس هي كل الامر عشان بلخصه لحضرتك وده كلام على مسؤوليتي. تمام. الامر كله يتعلق باصدار قرار من المدير الفني ومتمسك بيه تماما وده حق من حقوقه، ما حدش يصرح في اي تصريحات غيره وفي خلال المؤتمر الصحفي فقط، يعني هو نفسه بيقول كابتن ما بيطلعش تصريحات غير في المؤتمر وبينطلق، لان ما فيش وقت يا استاذ هاني. بص يا هاني انت لاحظ ما فيش وقت، كل 3 ايام في المباراه ما فيش مفهوم. وقت. هل اقترح كارتيرون اسماء في حاله رحيل الكابتن اسامه نبيه للكره في ملعبه دلوقتي زي ما بتقول، بمعنى مثلا الكابتن امير عبد العزيز زي ما اتقال لي انه ممكن يكون بيتم تجهيزه، هل كارتيرون اقترح اسماء بديله؟ هو ما فيش قرار وصل للسيد كارتيرون بان كابتن اسامه هيرحل. تمام. عشان يبدا يفكر في البديل. وجميع الحالات يعني هو يعني الجهاز الموجود فيهم الخير وبركه هو مقتنع بيهم وواثق في اللاعبين. وسيد كارتيرون زي ما انت عارف كتاريخا يعني بصفه عامه في الانديه اللي مسكها هو من الناس اللي يعني بيقدر انه يعني يوجه او يشكل الجهاز اللي معاه ويوظفهم بالتوظيف بغض النظر ايه الاسماء الموجوده. تمام. التوظيف اللي يخدم فكره. تمام. والحمد لله يعني هو نجح فيها على مدار السي في بتاعه. طيب. بصفه عامه يعني خليني انقل لك ما قيل بالامس، البعض ذهب الى انه دي تلكيكه دي ولا ايه، وخليني اقول لك بشكل صريح لان في ناس اتقرصت يعني من قصه كارتيرون الاولانيه، فالبعض قال هو جاي له عرض وعايز يمشي فبيتلكك ولا ايه، هل عندك تعليق على المقوله دي؟ عندي تعليق طبعا. انا بسال بس حضرتك يعني هو اجابه بشكل في سؤال وسؤال بشكل اجابه. اتفضل. هل اصدار المدرب قرار بمنع اي شخص بدون ما يحدد اسم بعينه من ادلاء تصريحات صحفيه يعتبر تلكيك؟ هل استعماله حق من حقوقه يعتبر تلكيك؟ الكلام ده نقول تلكيك يا استاذ هاني لما يكون ان مثلا بيطلب طلب تعجيزي. تمام. متوقع رفضه. فيتم ساعتها نقول ده الراجل بيطلب طلب تعجيزي عشان عارف الاداره هترفضه، ففي الحاله دي هو بقى بيبدا يتلكك، لكن الراجل استعمل حق من حقوقه لمصلحه الكيان نادي الزمالك. تمام. الراجل ده جاي عشان يسعد جماهير نادي الزمالك. تمام. وجاي عشان متقبل انا جدا طريقه الاجابه في صيغه سؤال، لكن هسالك السؤال نفسه لكن بصيغه اخرى، هل يمتلك كارتيرون عروضا لتدريب اي نادي في الفتره المقبله؟ طيب انا اؤكد لحضرتك تاكيد جازم ان كارتيرون هدفه الوحيد حاليا هو تحقيق بطوله الدوري للزمالك. تمام. والكلام ده يعني انا بقوله لك هو قاله، وبصراحه انا بمناسبه ان احنا اتصدقنا للجزئيه دي انا بشكر الاستاذ صالح حشيش لانه كان من اول الداعمين للراجل. طبعا امبارح الضغوطات والاشاعات والامور اللي كانت دايره كانت يعني شبه مؤثره على نفسيه الراجل، اتصل بالحقيقه وقال له احنا بندعمك على الرغم من ابتعاد الاستاذ صالح حشيش عن المشهد بشكل رسمي في الفتره الاخيره. أيوه. لكن هو اتصل كزملكاوي، راجل محب للكيان، اتصل بيه وكانت مكالمته ليها تاثير ايجابي جدا على نفسيه الاستاذ كارتيرون، وجه له الشكر وبلغني قال لي وجه للاستاذ صالح حشيش الشكر باتصاله كزملكاوي والراجل مساعد عن المشهد بشكل رسمي، وبرضه سياده اللواء عماد عبد العزيز دعم الراجل. طيب. في الحقيقه وكلمني قال له قول له نحن بندعمه. طيب. انا بوجه شكري بالتحديد للشخصين دول يعني في الحقيقه يعني. طيب نروح لنقطه ثانيه، بما انك وكيل اوباما النهارده، اوباما سجل جول حلو قوي في تحكم ممتاز على مستوى الاستلام وعلى مستوى التحرك بذكاء، وبعديها التصويف في زاويه كمان صعبه على حارس المرمى الزنفالي، لكن ما بعد الهدف بقى والاحتفال القوي وقلع التيشيرت وحطه على الرايه وبعديها عمل تعظيم سلام، ده كله ممكن يبقى كويس باستثناء انه التصرف ده خلاه ياخد بطاقه صفراء فانتقد عليها بشده لانه كان ممكن ياخد انذار تاني في المباراه، ايه رايك في القصه دي؟ هو يعني التصرف هتقدر تقول انه تصرف لا ارادي، اللاعب عايز يوصل رساله لجماهير الزمالك بحبه للكيان بانه هنفضل لاخر لحظه مخلصين للكيان، احنا مركزين مع الفانلة دي، فدي حاجه طالعه من زملكاوي لجماهير الزمالك عشان تكون بالصوره، ويعني زي ما تقول ما كانش ما حسبهاش الراجل، تصرف رد فعل لا ارادي من جوامل اللي هو ابن الزمالك وهو عنده 9 سنين. ايوه. وطبعا احنا ما نقدرش ان احنا مش الملعب، هو في الملعب احساس جواه فرحه جواه مضغوط برضه من الانتقادات اللي بعد ماتش الاهلي اعتقد ممكن ليها دور اكيد، وده بشر وحد بيحب النادي جدا. أيوة. جدا، فلما بيجيله فرصه انه يعرف جماهير الزمالك ان الكيان ده ليه في قلب حاجه كبيره، فكانت هي دي الفرصه بعد احراز الهدف. تمام. بشكرك جدا كابتن حازم فتوح وكيل مستر باتريس كارتيرون ووكيل اوباما لاعب الزمالك اللي سجل ضمن رباعيه الفريق الابيض النهارده.